رجعت العراق بال 2006 العفو 2000 و... نعم 2006 نهاية 2006 قلت ممكن شوي الوضع الأمني يتحسن وكذا. تفاجأت أن الوضع صاير متأزم أكثر وأنه صاير طائفية مقيتة يعني مثل ما نقول، وقسمت العراقيين وأنت سني وأنت شيعي وأنت ما أعرف شنو. فلأنه أجت فترة ما بقيت يعني شهرين أو شهر ونص بالبيت، جاءوا علي أنه بالشرطة أخذوني، الشرطة العراقية اعتقلوني. فبقيت عند الشرطة العراقية، طبعا ما أذكر لك العذاب اللي شفت عند الشرطة العراقية، في غرفة مظلمة صغيرة متر بمتر، مديرية اسمها مديرية الجرائم تحقيق الجرائم الكبرى ما أعرف إيش اسمها، ضرب اغتصاب كل شيء موجود بها، غرفة ظلمة. وكان الشهر الثاني جو كلش بارد، فتعذبت عذاب كثير، ضرب يعني أشكال، لازم تتعرض لرموز الدينية، سب بعض الرموز الدينية، لازم تسبهم تشتمهم، أنت كذا أنت كذا، الطائفة الفلانية كذا، يعني يقصدون طوائف السنية وما أعرف هذه الأمور السنية والشيعية، يعني شو اسمه، يعني أنا كنت أقول لهم أنا شرطي أنا كذا أنا الصبح. ما كانوا، أنت كذا أنت وهابي أنت كذا أنتو هيش أنتو، يعني هذا الحكي اللي سعد الدين. فبعد فترة ظهر أنه أهلي أعطوه مبلغ من المال في سبيل أنه يطلقون صراحة، طلق الصراحي طبعا، طلق يعني حتى اللي يودوني على أساس على قاضي. دخلت القاضي قلت له انا تفاجأت شنو تهمت، يعني توني جاي من اردن وقاعد اتعالج وهذا فايل طبي كامل عندي، فليش هم معتقليني وهذا العذاب كله شفته؟ فالقاضي قال لهم ما حاجه فراج، هو 15 يوم يودون القاضي، ماكو قاضي قبلها. فطلعت ما شفت انه العراق ما ينعش، لا ابقى بالعراق يعني ما اقدر، يعني كثير من اقاربي انقتلوا، يعني قلت لك انه مدرب نسيبي مدرب فرق شعبيه قتلوا يلبس شورت قصير قتلوا، كيف انا ابقى؟ فرجعت الى سافرت في خارج العراق في سبيل. نعم. شو تتوقع شنو السببيه هاي كلها اللي صارت؟ طبعا هو هذا الدمار كله هو جلب الاحتلال، يعني الاحتلال يعني رغم ما كانوا قالوا يقولون انه راح نسوي لكم السلام والامن وراح تزدهرون، لكن ما شفنا الا بالعكس طائفيه، دمار، قتل، يعني تعذيب، يعني ما اعرف. انا اقول انه في الامريكان اكو ناس طيبين طبعا ما نحكم، لكن هذه تولد هي حالات اللي يسموها هم الارهاب وغيره، الظلم والقهر اللي ولد هذه الحالات الارهاب اللي يسموها هسه قاعد يعالجون الارهاب. طيب احنا ليش ما نعالج الارهاب اساسا من منبع؟ ليش نظلم الناس حتى الناس ما تاذينا؟ فيعني انا خسرت فلوس وصحتي وكذا وما شفت اي شيء من يعني من عندهم من شو اسمه من الامريكان طبعا.